إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وتابعيه وتابعي تابعيه بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصحة نعمة وأمانة. الصحة نعمة من نعم الله علينا، ونعمه علينا لا نحصيها عددا. قال ربنا عز وجل في سورة إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن قواعد التعامل مع النعم أن نشكر المنعم جل جلاله، لأن الشكر يديم النعم ويبعد النقم. أما الكفر، أي كفر النعم، يزيل النعم ويحل النقم. ربنا قال: ولئن شكرتم لأزيدنكم. فلا يجوز نقلا ولا عقلا أن نرفل في نعيم سابغ وننسى المنعم جل جلاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ. إذن هذه الصحة هي نعمة من نعم الله عز وجل علينا، يجب أن نحافظ عليها لأنها أمانة. أستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الصحة نعمة تستوجب الشكر، وأمانة تستوجب الحفظ. ربنا عز وجل قال في آيات كثيرة في سورة النساء، وردت آيات منها الآية 71 من سورة النساء، حيث يقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. فهو يخاطب المؤمنين بخطاب تشريف: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وفي الصورة نفسها في الآية 102 وردت مرتان: وليأخذوا حذرهم. ووردت أيضا الآية القرآن في الآية نفسها قول الله سبحانه وتعالى: وخذوا حذركم. وقال ربنا عز وجل في صورة البقرة في الآية 195: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا استحضرنا هذه النصوص القرآنية يتأكد لدينا على وجه القطع واليقين ضرورة المحافظة على أمانة الصحة. والقاعدة الشرعية تقرر ما يلي: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذه القاعدة تقتضي منا اتخاذ جميع الأسباب الكفيلة بحفظ النعمة. وإذا اتخذنا أسباب
المحافظة على هذه النعمة وهي أمانة سنكون يومها من الشاكرين، والله قادر أن يديم علينا نعمة الصحة وسائر النعم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم أغثنا بالغيث الجميل، اللهم صيبا طيبا، اللهم صيبا نافعا، اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم غير حالنا إلى أحسن حال، اللهم غير حالنا إلى أحسن حال، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان، فأعنا على طاعتك، أعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، أقم الصلاة. استووا واستقيموا ارحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.